بهدف توعية المجتمع بأهمية إعادة التدوير للحفاظ على البيئة، تقوم سيدات أردنيات بجمع أوراق الأشجار الجافة التي عادة ما يحرقها المزارعون بعد جني المحاصيل، ويحولنها إلى قطع فنية فريدة من نوعها. رئيسة جمعية سيدات عراق الأمير يسرى العبادي قالت إن المواد الرئيسية المستخدمة هي من ألياف نباتات متعددة كالحلبة أو القصيب أو البامية، بالإضافة لاستخدام العديد من الألوان الطبيعية لصباغة الأوراق مما يجعلها آمنة بشكل كامل. النباتات اللي نستخدمها المفروض أن يكون كلها نباتات فيها ألياف، نستخدم عدة نباتات، كل نبتة نستخدمها بطبخة لحال لأنه كل نبتة بتعطي لون وملمس مختلف عن الثاني شوي. نستخدم العيدان البامية، نشتريها من المزارعين بعد ما ينتهي موسم الزراعة بعراق الأمير أو أي منطقة هون بالأردن. كمان نشتري ورق الموز من مزارع الغور. يسرى العبادي نوهت إلى أن المشروع يساهم في حماية البيئة، إلى جانب أنه يؤمن لنساء المنطقة مصدر دخل لإعالة أسرهن، مضيفة أن صناعة هذه الأوراق الجافة تتطلب عدة مراحل، والتي يتم تحويلها لاحقاً إلى منتجات فنية كبطاقات وحقائب وألبومات. فايدته للمزارعين وللبيئة، بدل المزارعين ما يحرقوا هاي النباتات احنا نشتريها منهم، من ناحية احنا ندعمهم، من ناحية نحافظ على البيئة بدل ما يحرقوا هاي النباتات وتعمل تلوث بيئي. ننتج ورق مميز على مستوى الشرق الأوسط، نصنع كل الأحجام A4 A2 A3، بعد ما نصنع هاي الأحجام ممكن نشكل منها زي ما شفتوا بطاقات، أكياس، ألبومات. وقد تأسست الجمعية النسوية التي تضم 15 سيدة ببلدة عراق الأمير في عام 1996 بهدف حماية البيئة وتمكين نساء المنطقة.